تبارك الله على السي الحمزاوي. مرحبا بك في الفقيه بن صالح. غادي غادي تهضر لنا شويه على هذا على على المنتوج ديالك، منتوج ديال الجلابه البزويه اللي تبارك الله عنده واحد 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 الصيت شاسع. بغينا نتعرفوا على الجلابه البزويه عن قرب، بغيناك تهضرنا عليها، وبغينا نعرفوا شنو هو الفرق ما بينها وبين الجلابه الوزانيه، الجلابه الفاسيه، وهذا لان كاين بزاف ديال الناس اللي كيتغلط لهم يعني هذه المساله هذه. الا كان كاين مرة واحد المنتوج الاصيل عن افان ديال الملوك والامراء والسلاطين، هذه معروفه بديال ديال بزو ديالها من زمان. اها، وفيها كانت الخريبة على الجلابة البزوية والمل، هما اللي كانوا كريم إلى يومنا هذا. الجلابة البزوية الناس ديال الفاس جاو باش زعما يديروا سمو الجلابة البزوية، ولكن البزوي البزوي أصيلي أصيلي. آه. من الخريبة ولك. آه. فيها الأنواع، ياك بغيناك تشرح لنا شنو هو الفرق مثلا ما بين هذه وهذه. الصوف والحرير. هذه فيها الصوف والحرير ياك. وهذه؟ بحال هذه هي جلابة رسمية. هذه جلابة رسمية بيضاء. هذه ديال المناسبة زعما. ياك. هو دابا اللباس الرسمي اللي كان اللباس الرسمي. عاد ولاو دابا كيديروا دابا الالوان. تيديروا الالوان. وشنو هو الفرق ما بينها وبين هذه اللي هذو ديال الجديده. نعم. هذو ديال الجديده. ديال الجديد. شوفوا هنا عاوتاني اللي بغا يديرها في شادية الجديده ديال البرد. هذه اللي مخلطه مع سميتو. مع الصور. وخلاص بالنسبه للاثمنه اللي بغا شي حاجه راه غادي يتواصل معكم ياك. التليفون هو هذا. هو التليفون ديال السي الحمزاوي، واللي بغى شي حاجه غادي يتواصل مع السي الحمزاوي. بالنسبه للجلابه البزويه راه معروف القيمه ديالها وبلي كتعبر على الموروث الثقافي البزوي ديال جهه بني ملال الخنيفره وديال ازيلان.